بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة سنتكلم عن أثر الصيام على الكلية، وطبعا فالجسم هو معقد وفيه وظائف وفيه أعضاء كثيرة، ولكنها مرتبطة، وهو ما يجعل الحياة، وهو ما يجعل سر الحياة بيد الخالق سبحانه وتعالى. فلا يعمل ربما الطب الغربي الآن انزلق حول هذا الجسم بأنه آلي وبأنه يمكن أن يتحكم فيه، وهو خطأ كبير، لأن لا هو جسم حي خلقه الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لأي بشر أن يتحكم فيه أو أن يضبط فيه أي شيء. الله سبحانه وتعالى هو الوحيد القادر على ضبط هذا الجسم وعلى جعله يحيا، وإنما تبقى العلاجات في أشياء يعني ما يصاب هذا الجسم بمرض ما. فالكلية ترتبط طبعا بالدورة الدموية وترتبط بالتصفية. فعلى مستوى الكلية يصفى الدم، فترمى النفايات في السائل الذي هو البول، شرف الله قدركم، وكل النفايات الدائبة يعني تمر مع البول، ولما يكون هناك بروتينات في البول يكون مشكل، لأن هذه الخلل على مستوى الكلية يظهر فيما تصفي، ومع الكبر كذلك. فمع الكبر يعني الأطباء يطلبون تحليل الكالسيوم، يعني مجمل الكالسيوم في البول، وهذه طبعا تبين حالة الكلية، يعني هل هي يعني شاخت أو تقادمت أو لا زالت يعني فيزيولوجيتها جيدة ولا زالت تعمل بشكل جيد. ثم الأشخاص الذين لديهم أعراض على مستوى الكلية كالذين يصابون بارتفاع الضغط، ولما تصبح الكلية لا تؤدي مهمتها، فينتهي الأمر إلى التصفية، يعني التصفية الصناعية. وهذه التصفية الصناعية هي تطبق 3 مرات في أقصاها على الأشخاص الذين لا أصبح لديهم كلية لا تصفي. ومن ثم يظهر يعني أهمية هذا العضو في الجسم. كل الأشياء لما تصل إلى الدم فقط، يعني الكلية لا تصفي إلا الأشياء التي تأتيها عبر الدم، وكل الأشياء تمر عبر الامتصاص من القولون، يعني من الأمعاء، يعني عبر الهضم من الأمعاء بما في ذلك الأدوية والماء، وكل الأشياء التي تمر إلى الدم. الدم هو الذي ينقلها إلى الخلايا بما في ذلك الخلايا الدماغية وخلايا القلب وخلايا الرئة وخلايا العظام وخلايا العضلات وخلايا الكلية نفسها. فهذه المغذيات وكل الأشياء التي يحتاجها الجسم تمشي عبر الدم واللمف، ثم تعود إلى الكلية، الدورة الدموية العليا والسفلى، يعني الكبرى والصغرى، ثم تعود إلى الكلية كي تتم التصفية، فتذهب الأملاح الزائدة وكل النفايات الدائبة مع البول، ثم يعود الدم صافي. والتصفية الصحيحة هي التي تكون على مستوى الرئة كذلك، لأن الرئة هي التي تصفي الغازات، فتأخذ ثاني أكسيد الكربون من الدم، النفايات الغازية، وتعطيه أكسجين، تشحنه بالأكسجين على مستوى الهيموغلوبين، ثم هذا الأكسجين هو الذي يصل إلى الخلايا. فإذا كان هناك اختناق داخلي، بمعنى أن الدم تكون فيه يعني مرض الأسيدوزيس، فيكون هناك اختناق ولا يصل الأكسجين بكثرة إلى الخلايا، وكل الأمراض تزيد في حالة اختناق الجسم أو في حالة عدم تبادل هذه النفايات، ومنها السرطانات. فالسرطانات تزيد إذا نقص تركيز الأكسجين على مستوى هذه الخلايا. فالكلية، وإن دخلنا يعني في بعض التدقيقات في بعض التفاصيل العلمية، الكلية تصفي على مستوى هذه النفريلات التي هي التي تأخذ يعني تمص هذه النفايات، الذي نسميه selective exchange، الذي يعني الدم يرجع والنفايات ترمى مع البول. ويعني لما يكون البول لونه متغير، فهناك يعطي على أن حالة الكبد ليست على أحسن ما يرام. ويلاحظ الناس أن لما يكونوا مرهقين ومرهقين جدا، أن لون البول يتغير، ولما لا يشربوا ماء بكثرة لون البول يتغير، يصبح أصفر إلى أصفر قاتم، ولما يكثرون من شرب الماء فيتغير لون البول فيصبح أبيض أو لا لون له. وغالبا في شهر رمضان يكون لون البول من أصفر إلى أصفر قاتم. لماذا؟ لأن كثير من الأشياء تتهدم وتتحطم، خصوص الخلايا الميتة وهذه الأشياء التي تعطي يعني هذه النفايات التي تمر عبر الكلية وترمى عبر البول. وهذا اللون لا يعني أن أي خطر، فهذه حالة الفيزيولوجيا للكلية، فاللون لون البول يتغير، وإذا تغير فليس هناك مشكل إلا أن يكون أحمر. فلما يكون أحمر يجب مراجعة الطبيب، لأن ربما يكون هناك شيء يعني نزيف دموي أو أشياء من هذا القبيل. فالكلية تصفي،
ولكن نلاحظ أن كثير في الكثير من الأحيان، خصوصا مع نمط العيش اللايف ستايل، يعني تغيير نمط العيش الحالي، فأصبح الأكل دسم، وأصبح فيه لحوم، وأصبح فيه كثرة المشويات، وأصبح فيه كثرة الحلويات وما إلى ذلك، كثرة السموم، كثرة الملونات، كثرة المضافات الغذائية، البيستيسيدات. هذه أشياء تسمم طبعا كل الأعضاء وليس الكلية، ثم يتكون هناك خلل في مشكل التوازن بين الكالسيوم والفوسفور، فتبنى بعض الحصوات، بعض الأحجار في الكلية. هذه الأحجار قد تأخذ حجم كبير حتى يحس صاحبها بآلام حادة، أو قد تكون على شكل صغير جدا دقيق ولا يحس، أو قد يحس لما تتكاثر، تكون حصوات رقيقة ولكنها متعددة أو عديدة. فهذه الأشياء قد تدوب، لكن بشرط أن ليس الصيام فحسب، إنما أثناء شهر رمضان، وهو يعني المناسبة هي أحسن وأعظم مناسبة لأصحاب الحصى في الكلية ممكن أن يتخلصوا منها. كان هناك طرح قديم يقول، وهو استنتاج فقط، هو استنتاج كاذب، كان طرح يقول بما أن ربما في الدول غير المسلمة، في الدول غير الإسلامية، كان بعض الباحثين يقول أن أثناء شهر رمضان يقل حجم البول، وبما أن حجم البول الفوليوم يعني يقل، فتركيز الأملاح يتكاثر، وربما يقع جفاف على مستوى الكلية، ويعني تترسب هذه الأشياء وتكون حصوات. وهو يعني طرح كاذب، لأن العكس هو الذي ثبت الآن عبر البحث العلمي. فالعكس معناه أن الحصوات تدوب، لا تتكون أثناء شهر رمضان وإنما تدوب. لماذا؟ لأن إذا نقص حجم البول فهو ينقص، فتنقص معه كذلك كمية الأملاح. وإذا أخذنا قناة نصائح وإرشادات مجانية، نسبة يعني الكمية ديال الأملاح على الفوليوم يعني على الحجم، يكون تركيز، فلما ينقص الحجم ينقص كذلك تنقص الكمية، وإذا نقصت الكمية مع الحجم فتبقى يعني ثابتة، تبقى هذه النسبة ثابتة. لكن العكس لماذا؟ لأن التوازن المائي داخل الجسم ينشط ويتحسن أثناء شهر رمضان، أما الكمية الأملاح يعني فتنخفض، وبذلك فهي تذيب هذه الحصوات. إذا انخفضت كمية الأملاح فهي تذيب الحصوات، وهو الآن ما تبين من خلال البحث العلمي أن حصوات الكلية تذوب أثناء شهر رمضان. لكن تدوب كيف؟ بشرط أن لا يكون النظام الغذائي أثناء شهر رمضان نظام عادي، نظام الأيام الأخرى أو نظام الشهور الأخرى، بمعنى أن لا يكون في كثرة الوجبات أثناء الليل، وأن لا يكون في كثرة الأكل، أن تكون كمية الأكل يعني كمية بسيطة جدا وتكفي للجسم، أو لا تكفي يكون إذا كانت أقل يكون أحسن، ويكون هذا النظام نباتي ولا يكون فيه دسم ولحوم. الأشخاص الذين لديهم أعراض يجب أن يلتزموا بنظام نباتي. لماذا؟ لأن النظام النباتي يخفف الدم، وفيه أملاح معدنية أحادية مثل البوتاسيوم وأملاح أخرى والصوديوم كذلك، وهي التي تأخذ الأملاح الثنائية، يكون هناك تبادل كيميائي أو أزموزي فتذيب الأملاح الثنائية مثل الكالسيوم وتحل محلها، لأن إذا حلت محل هذه الأيونات الأحادية تحل محل الأيونات الثنائية فتكون هناك إذابة، وهذه الحصوات يعني تذوب على هذا الشكل. كما قلت يشترط في هذه الحالة، يعني حالة الحصوات في الكلية أثناء شهر رمضان، أشخاص المصابين بهذا المرض أن يلتزموا بنظام نباتي، وأن يكثروا من السوائل، وأن يكثروا من الفواكه الحامضية، يعني الفواكه التي لديها حموضة، يعني وكل الفواكه يعني حامضة، وكذلك الخضر الحامضة يعني مثل الفجل ومثل اللفت ومثل البصل مثلا، وهذه الأشياء يعني الخضر الحامضة والفواكه الحامضة هي التي تساعد، لأن الحمضيات العضوية هي التي تساعد على ذهاب هذه الأيونات أو على زيادة إلكترونات على مستوى هذه الأيونات، ثم تذيب هذه الحصوات وتنقص. لا يمكن أن نذيب هذه الحصوات في يومين أو ثلاثة أو حتى في 30 يوم، ولكن يجب أن يعرف الشخص أن هذا الشيء يتطلب وقت على حسب حجم هذه الحصوات وعددها وما إلى ذلك. فعلى الأقل الأشخاص الذين لديهم هذه الأشياء أن يقوموا بفحص ليحددوا عدد أو كمية هذه الحصوات، ثم كذلك حجمها، وبعد شهر رمضان يعيدوا هذا الكشف الطبي ليروا هل نقصت من حيث العدد أو نقصت
نقصت من حيث الحجم ثم يكمل العلاج خارج شهر رمضان. ممكن أن يكمل العلاج أن يبقوا على نظام نباتي محض وأن يتناولوا خضر وفواكه بكثرة وأن يشربوا ماء بكثرة. ومن الأحسن أن يكون الماء مغلى، لأن لما نغلي الماء فمادة الكالسيوم، هناك من يقول إذا غلينا الماء فلا فائدة فيه، هذا كذب. لماذا؟ لأن الماء لا فائدة فيه، فالفائدة من الماء هو الماء نفسه ولا نريد أي شيء معه. فإذا غلينا الماء فتترسب يترسب الكالسيوم، يلاحظ الناس أن الكالسيوم يترسب كلما غلينا الماء فهو ينقص، ثم إذا شربناه هكذا دافئ على حرارة 30 أو 34 تكون الأيونات نشطة، يعني تكون الأيونيزيشن، يعني يكون بوتاسيوم وما إلى ذلك على شكل أيونات، وهذه الأيونات هي التي تنفع داخل الجسم. ولذلك كل الأشخاص الذين يشربون ماء مغلى يعني في أثناء شهر رمضان وبكثرة فهم يستفيدون، ليس على مستوى الكلية وإنما كذلك على مستوى المرارة والمتانة كذلك وكل الزوائد. يعني فالماء الدافئ أو السخون لوحده مع نظام خفيف جيني غذائي خفيف جدا مع الصيام هو يغسل الجسم، وهي أحسن طريقة للتخلص من كل السموم داخل الجسم ومن تنقية الجسم وغسل الجسم، وتكلمنا عن هذا بما فيه كفاية وهو ديتوكسيفيكيشن. ونعتبر أن كل العلاجات هي في حد ذاتها ديتوكسيفيكيشن، هي غسل الجسم، فغسل الجسم من الزوائد، غسل الجسم من الجراثيم، غسل الجسم من التراكمات، غسل الجسم حتى من تكون بعد الـ يعني ظهور بعد التورمات والزوائد التي تكون على شكل شحوم أو على شكل آخر. فهذه الأشياء كلها ممكن أن يزيلها الصيام، شريطة أن يلتزم الناس بقلة الأكل وبتواعد الوجبات في الليل والالتزام بالصيام الصحيح من الناحية العلمية كما أقول دائما. والصيام صحيح من الناحية العلمية أن يأخذ الجسم أقل مما يأخذه خارج شهر رمضان، وأن يحس الناس بالجوع والعطش، وأن يتحركوا وأن يتناولوا سوائل بكثرة. فهذه الطريقة ستجعل كما قلت الكلية تستعيد وظيفة وتستعيد نشاطها. لكن الأشخاص المصابين بارتفاع الضغط والمصابين بعض الأمراض الذين يتناولون أدوية، فهذه الأدوية يعني ربما تزيد من حدة المشكل وربما تصيب الكلية، ربما لا يكون هناك حصوات ولكن يكون هناك ضعف في وظيفة هذه الكلية، يعني تصبح لا تصفي بمئة مئة في المئة وإنما 20 أو 25 أو حتى 30%. ويعني كليتين في الجسم يعني فكلية واحدة كافية لتصفية، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق كليتين ليكون تكون تصفية هادئة لكي لا يعني تتأرق هذه الكلية الواحدة. والله سبحانه وتعالى وأعلم بالخلق، فلما وضع في الجسم خلق في الجسم كليتين فهذا يعني على أنه ليعيش الجسم بسلام ولا يكون هناك يعني ضغط على مستوى التصفية. فالذين لديهم مصابين بارتفاع الضغط كما تكلمنا عن ذلك في حلقة سابقة، يعني إذا تمكنوا من النظام الغذائي الذي يخفض من ارتفاع الضغط والذي يخفف الدم ونقصوا من هذه الأقراص فطبعا سيحسون بصحة جيدة وسيكون هناك أشياء جيدة. أما إذا بقوا على تناول الأدوية فليس هناك علاج وليس هناك نظام غذائي ممكن أن يساعدهم إلا لما يعني يتوقفوا عن تناول هذه الأشياء، ولا يمكن أن يتوقفوا إلا إذا وجدوا حل بديل، حل آخر. لا يمكن أن يوقف الشخص أدوية على هذا المنال. فيعني أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذه الحلقة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.